طيب زي ما كنت بتقول حياتك من شوية أستاذ دية أنه مصر منذ بداية الأزمة وهي بتحذر أولا من تهجير الفلسطينيين وبتحذر من اللي احنا بنشوفه النهاردة من فكرة أنه إذا استمر العدوان على غزة ذلك سيمتد إلى باقي المنطقة وهيكون بمثابة تهديد لدول أخرى في المنطقة وده اللي احنا شايفينه الآن في لبنان إلا برضو مصر طبعا بتدين بالتأكيد وبتقف بشدة ضد ما يحدث في لبنان وبيقولوا أو مصر بتقول أنه ما يحدث هناك هو تهديد للمنطقة كلها وهو مساس بأمن المنطقة. شايف إزاي التصرف المصري والرؤية المصرية الثاقبة ولو كان قد تم الاستماع لهذا التحذير المصري من حوالي سنة كان الصورة تختلف النهاردة إزاي؟ شوف حضرتك إسرائيل ما كانش هتسمح لحد. إسرائيل بدأت مرحلة الأولى من حرب غزة بفكرة الأكثر جنونية اللي هي تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. صح. ده الأكثر جنونية ده صح. اللي هو التقطوا السيد رئيس الجمهورية من أول ساعات الحرب وحذر منه قبل ما إسرائيل نفسها تتكلم عليه صراحة 4 أيام بالضبط كان في, 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 في الأكاديمية العسكرية وبيقول الكلام ده وناس كتير ما كانتش مصدقة هو معقول ده يحصل ثم تأكدنا أنه كان هيحصل لأنه بدأ يخرج على لسان مسؤولين إسرائيليين بالضبط وبدأت تتسرب حاجات يعني علامات على ده وبالتالي مصر من البداية التقطت فكرة أنه هذه الحرب تهديد هما فكرتين وقالهم الرئيس في الأكاديمية العسكرية واحد إن هدف التهجير ليه لإخلاء غزة وإقامة إسرائيل الكبرى ده هدف أول اتنين إنه ده تصفية القضية الفلسطينية طبعا ما بين الاتنين بقى تهديد الأمن القومي المصري ده منتهي دي قواسم مصر التقطتها من أول لحظة إسرائيل لم تكن تسمع هذا التوقيت إسرائيل أستاذ ريهام وهنا بيجي حسن تقدير القائد السياسي أو القيادة السياسية ومعها الخبرات العسكرية اللي عندها للموقف مفيش واحد أنا أظن في إسرائيل ولم أقرأ وبتابع يعني بقدر ما يمكنني طبعا الكتابات العبرية أو غير العبرية في إسرائيل منذ اللحظة الأولى لم يوجد أحد في 9 أكتوبر أو 8 أكتوبر أو 10 أكتوبر 2023 ولا في نوفمبر 23 في بداية نوفمبر توقع أن هذه الحرب ستطول إلى عام فكرة الحرب الخاطفة دي العقيدة العسكرية الإسرائيلية احنا ذكر نفسنا عشان الناس نسيت كتير القصة دي الحرب الخاطفة حرب 6 أيام 67 حرب 56 تحت غطاء العدوان البريطاني الفرنسي على مصر تطلق تحتل سيناء الحرب الخاطفة حروب خاطفة على لبنان إسرائيل تصورت ان الحرب على غزة اللي هي دوبك غزة يعني ايه غزة غزة يعني هذه المساحة المحاصرة هذا العدد الضئيل من السكان على الرغم من انه الشواهد كانت باينة يوم 7 اكتوبر انه خلوا بالكوا دي مش غزه اللي بتفكروا فيها لكن كانوا يظنوا انها حرب خاطفه تاخد لها اسبوعين شهرين 3 شهور لكن انه ولذلك اسرائيل تمهلت في الدخول البري حوالي 21 يوم ظنا من ان القصف الجوي سينهي الانتصار لما ده ما حصلش دخلت بري وبالتالي اسرائيل بالبلدي كده سرقتها السكين نتيجه عدم وجود تقدير صحيح ودقيق للي حصل يوم 7 اكتوبر ولا الاهم من ده مش ايه اللي حصل في غزه من تطورات المقاومه والتسليح لا ايه اللي حصل في غزه طول 75 سنه مش اللي حصل جواها اللي حصل فيها اللي حصل في الفلسطينيين دول طوال فتره العدوان والاحتلال عليهم يا ترى ده يراكم ايه يا ترى ده ممكن يوصل لأي درجة من الصمود وأي درجة من الإرادة كل ده ما انتبهش ليه صانع قرار إسرائيل وبالتالي ما سمعش ما خدش باله من كلام مصر ما انتبهش حتى حضرتك فاكر كويس مصر مثلا لما اتكلمت على رفح ما سمعش كلام مصر ودخل رفح ودخل واستولى على المنفذ المعبر معبر رفح من الناحية الفلسطينية ما بقاش يسمع لغاية ما ابتدى يتهم مصر علنا يعني لما بوريك الانفصال يطلع رئيس وزراء اسرائيل في مؤتمرين بعد في خلال 48 ساعه واحد بالعبري وواحد بالانجليزي ويجيب خريطه ويقول من هنا بتيجي الاسلحه من مصر ويقول هو اللي يقول انا اخشى انه يحيى السنوار ياخد معاه الأسرة بتوعنا ويفر عبر الحدود المصريه ونلاقيهم بعد كده في طهران انت متخيل اي حجم من الجنون لما بيتكلم على دولة كبيرة عظمى في المنطقة زي مصر لأنها ممكن تشارك في ألعاب صغيرة زي بتاعت بلاي ستيشن والدولة الوحيدة لديها اتفاقية سلام معاه
كمان الوحيده، وانه مصر بتدخل سلاح فهتاخد الاسرى وتهرب السنوار وتوديهم طهران، وكانه مصر دي دوله يعني من الدول اللي ملهاش ذكر في المنطقه. لما يوصل بيه هذا الجنون، مصر طبعا ردت بحسم على هذا الكلام، مش بس مصر هما طلعوا من الاسبوع اللي فات وقالوا بشكل واضح الكلام المعلومات بقى، لا ده احنا لقينا انفاق كثيره جدا في رفح، بس الانفاق المتجهه الى مصر 9 وكلهم مغلقين. اذا نتنياهو حاله الانفصال عن الواقع، حاله عدم تصديق النصائح، حتى عدم فهم التحذيرات، وما فهمش يا استاذ ريهام يعني ايه مصر لما يطلع منها هذا النوع من التصريحات عن مستوياتها المختلفه، بدءا من السيد رئيس الجمهوريه القائد لاعلى القوات المسلحه رئيس السيسي، وانا بقول ده على عهده المؤرخ السياسي، لم يحدث منذ عام 1979 عندما وقعت مصر معاهده السلام حتى ما قاله الرئيس السيسي ان ذكر رئيس مصر كلمه تحذير لاسرائيل الا الرئيس عبد الفتاح السيسي. لم تصل الرساله الى نتنياهو، لم تصل الرسائل بما فيها تحرك السيد رئيس اركان حرب القوات المسلحه على نقطه الحدود الرئيسيه، ابتدت توصل الرسائل لحظتها بان لا ده الامر جد وانه مصر لابد انها يراعى. لكن هل ده تجاه مصر؟ اه ممكن خلاص ابتدى يعني يتراجع قليلا، لكن تجاه المنطقه لا، حلم التوراتي مسيطر، التطرف اليميني مسيطر، التجربه والخطا مسيطر، زي ما قلت لك المره اللي فاتت لعبه الروليت الروسي مسدسه مطلقه واحده مسيطره، بس على الله يعني على الارجح ان الطلقه هتيجي في راس نتنياهو.